السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، أهلا مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وصفات أمي الغالية. نتمنى دائما تكونوا بخير ومهنيين وانتم تشاهدوا فيديو اليوم. فيديو اليوم سهل وبسيط، رح نقترح عليكم ألذ وأسهل فطائر ذهبية القطنية الرائعة، خفيفة بدون دلك ولا تعب ونتيجة أكثر من رائعة. أكيد إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبارتاجيو مع لزامي تاعكم للاستفادة، واللي مازال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم إن شاء الله كل جديد من وصفاتي الاقتصادية والسهلة والسريعة. على بركة الله نبدأ في الوصفة نتاعنا. إذن بالنسبة للمقادير، نحتاج كاس إلى ربع حليب دافي، نحتاج نصف كاس زيت، نصف كاس ياغورت طبيعي أو اللبن أو الزبادي بدرجة حرارة المطبخ، نحتاج حبة بيض، نحتاج ملعقة كبيرة سكر حبيبات وملعقة كبيرة خميرة الخبز ونصف ملعقة كبيرة من الملح، ونحتاج أيضا 4 كيسان ونصف كاس من الفارينة أو الطحين. بالنسبة لقياس الكاس المستعمل دائما قياس 220 ملليلتر، وتقدروا ديروا قياس 240 ملليلتر ما يهمش. نبدأ في طريقة التحضير. ناخذ الغيسيبيون تاعي، راح نحط فيه كاس نتاع الحليب وملعقة كبيرة سكر حبيبات وملعقة كبيرة خميرة الخبز ونخلطه مليح، ومن بعد راح نزيد حبة بيض ونصف كاس زيت ونصف كاس ياغورت طبيعي ما يعادل علبة واحدة فقط بدرجة حرارة المطبخ ونخلطه مليح. راح نزيد تقريبا كاس تاع الفارينة ونصف ملعقة كبيرة تاع الملح ونخلطه مليح. راح نخلط حتى يتخلطوا المكونات كلهم مع بعضهم. ونكمل نزيد الفارينة حتى نجمع العجينة تاعنا ونتحصلوا على عجينة جد طرية. كما ننصحكم دائما وفي كل فيديو نعود لكم هذا الملاحظة، العجينة لازم تكون جد طرية باش نتحصلوا على نتيجة مليحة ويجي خفيف ورطب هشيش ومقطن. لو كان ديروا العجينة تاعكم ناشفة راح يجيكم بزاف ثقيل ومعجن وماشي بنين. بالنسبة ليا هذه العجينة خذت لي 4 كيسان ونصف كاس نتاع الفارينة بالضبط، وكما نقولكم دائما على حسب النوعية اللي تستعملوها. كما راكم تشوفوا هنايا جمعنا العجينه تاعنا بدون عجن وبدون دلك وبدون اي مجهود كما عودتكم دائما، وهذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها، عجينه جد طريه. راح نحطها في الوعاء ونغطيها، نحطها في مكان دافي ونخليها حتى تخمر ويتضاعف الحجم تاعها. تقريبا مده 25 دقيقه الى 30 دقيقه راح تخمر العجينه تاعك. إذن بالنسبة للحشو يبقى دائما اختياري. كما راكم تشوفوا هنايا عندي كمية قليلة من صدر دجاج مفروم وكمية قليلة من اللحم المفروم، وخلطهم وقليتهم في شوية زيت والملح والفلفل الكحل، ونحتاجوا أيضا الجبن المبشور والجبن الأبيض والهريسة. هاي ليكم العجينة تاعنا من بعد ما خمرت وتضاعف الحجم تاعها ما شاء الله. نعاون روحي بشوية نتاع الفارينة، كما راكم تشوفوا بزاف طرية العجينة تاعنا ما شاء الله هايلة. نخرجوا منها الهواء ونقسم العجينة. هنا تبعوني مليح كيفاش راح نقسم العجينة. نصف راح نقسمه إلى كويرات بحجم كبير، والنصف راح نقسمه إلى كويرات بحجم صغير ونكورها. هنا كما راكم تشوفوا من بعد ما قسمت العجينة تاعي إلى كويرات، نصف كورته إلى كويرات حجم كبير والنصف كورته كويرات بحجم صغير. إذن مباشرة نأخذ الحلال ونبدأ نحل كويرات بحجم كبير بالطول وبسمك رقيق. نعود لكم للإفادة، نبدأ نحل الكويرة بحجم كبير. هنا راح نعد شوية نتاع الهريسة، واللي ما يحبش الهريسة تقدروا تستغناو عليها ولا ديروا صلصة البيتزا كما تحبوا. نزيد نحط الحشو والجبن الابيض، نزيد الجبن المبشور، تقدروا تزيدوا بعض الاضافات. يبقى الحشو دائما اختياري، كما نقولكم دائما ديروا واش عندكم في الدار وواش يحبوا وليداتكم وعائلتكم. ونغلق العجينة بهذه الطريقه. إذا راح نحطها على جنب ونجيب كويرة بحجم صغير،
نفس الطريقة نحلها بالحلال بالطول وبسمك رقيق. نعود لكم للإفادة، الكويرات اللي قسمناهم إلى حجم كبير راح نحطو فيهم الحشو، والكويرات اللي قسمناهم إلى حجم صغير راح نزينو بهم الفطائر نتاعنا. نجيب قطعة البيتزا ونقطع شرائط بهذه الطريقة، الشرائط لازم تكون متساوية بشكل مائل هكذا، وناخذ الفطائر نتاعنا ونحطهم بهذه الطريقة ونشبحوا الفطائر نتاعنا هكذا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. طريقة بزاف سهلة وما تاخذش منا الوقت. وهذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها، شكلنا فطائر بشكل مميز وجميل جدا. دائما ننصحكم العجينة تاعكم تحلوها بالحلال على مرة وتحطوا الحشو على مرة باش يجي الشكل تاعهم كيف كيف. اذا هنا من بعد ما نكمل ما نخليهمش يزيدوا يخمروا للمره الثانيه، راه مباشره راح ندهنهم بالصفار البيض ونزينهم بالسانوش ونطيبهم. اذا هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. كملاحظه مهمه جدا، العجينه اللي حضرتها معكم قسمتها الى نصفين لانه جاتني بزاف، نصف حضرت به فطائر معكم والنصف حطيته في كيس بلاستيكي غذائي واحتفظت به في المجمد. نهار نحب نطيب فطائر نحيهم من قبل، نخلي العجينه تاعي ديكونجلا يعني تاخذ درجه حراره المطبخ ونطيب بهم فطائر كما طيبت معكم اليوم. وهنا عندي صفار بيضة مع نصف ملعقة كبيرة نتاع الحليب، ندهن الفطائر نتاعي ندهنهم مليح باش ياخذوا لون ذهبي بزاف شباب، واللي ما يحبش ريحة البيض ممكن تزيدوا نسكافيه ممكن تزيدوا الخل. وطبعا في هذه اللحظات الفرن تاعي سخون، سخنته مسبقا، راح نطيبهم في 190 درجة ومدة طهي تقريبا من 12 دقيقة الى 15 دقيقة، يعني كل وحدة والفرن تاعها. بالنسبة لي مدة الطهي كانت 12 دقيقة بالضبط. هنا نزيد نزين بالسانوج او الحبة السوداء، ممكن تزينوا بالججلان او السمسم. اذا بالنسبة للاخوات للفرن تاعهم يشعل من الاسفل فقط، حطوا الصينية تاعكم في الوسط وشعلوا لهم من الاسفل وطيبوهم، وزيدوا شعلوا لهم من الفوق وحمروهم. اما الاخوات للفرن تاعهم يشعل من الاسفل والاعلى في نفس الوقت، حطوا الصينية تاعكم في الوسط وطيبوهم بنفس الطريقة، يعني خلوهم يطيبوا لكم من تحت ومن الفوق في نفس الوقت. اذا ناخذ الصينية تاعي نحطها في الفرن نطيبوهم ونشوفوهم بالشكل النهائي فيما بعد ان شاء الله. اذا هذا هو الشكل النهائي كما راكم تشوفوا، جاوا ما شاء الله حمرتهم بالتحت من الفوق، يجوا بزاف رطبين خفاف والاهم في ذلك يجوا بزاف بزاف بنان. حضرناهم بطريقه سهله جدا وبسيطه، يعني اي مبتدئه تقدر تحضرهم بكل سهوله
ونتمنى إن شاء الله الوصفة تاع نهار اليوم تنال إعجابكم وتجربوهم وتفرحوا بهم عائلتكم ووليداتكم، تحضروهم كوجبة غداء أو وجبة عشاء. وشكرا شكرا بزاف على تعليقاتكم الجميلة والرائعة والطيبة، ونشكركم على حسن المتابعة، والله يحفظكم ويسعدكم يا رب. واذكروا الله كثيرا، وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، في أمان الله.